طب عاوزين نعرف جميلة قبل ما نختم معاكي، ايه المشاريع اللي موجودة بعد رمضان؟ هل في حاجة رسمية حصلت؟ ايش هتعملي بعد رمضان؟ الحاجات الجديدة اللي تتمدي لسه ما بصيتش في حاجة، ما قريتش في حاجة جديدة. يعني في كلام على حاجات حتى انا مش فاكراها، لان الحاجات دي بتسقط من دماغي طول ما انا بصور. بس انا فاضل لي خلصت تصوير فيلم مع روسي، ده فيلم رومانسي لايت كده كوميدي. مع مين يا جميلة؟ مع أحمد حاتم وإخراج محمد بكير وإنتاج إيهاب السرجاني. وفيلم تاني فاضل لي فيه يوم تصوير اسمه المحكمة، إنتاج الحاج أحمد السكي واخراج محمد امين. وهو اسمه المحكمه، وفكرته زي فيلم كباريه والفرح، الحاجات اللي هي بتبقى في يوم واحد وفيها احداث كثيره وشخصيات متعدده بالظبط، كل حد عنده قضيه. الدور بتاعي في المحكمه برضو مختلف قوي، هو حاجه ما اتعملتش قبل كده خالص. يعني زي كده ما الا انا ما كانش اتعمل الحاجه دي قبل كده في الوطن العربي، نفس الحاجه في الفيلم في المحكمة. بس دراما، يعني انت حكيتي عن افلام دراما، ما في شيء يعني حتى لو المسلسلات هدول 10 حلقات في شيء جديد؟ الحاجات الحلقات ممكن يبقى في حاجة على شاهد، بس لسه ما مضتهاش، يعني ما عنديش أي تفاصيل عن الموضوع. لسه ما مضيتيهم. طيب جميلة، يعني مؤخرا مثل هلا انت ذكرتي انه بالفيلم عندك دور او لاول مرة بيصير، وقبل هالمرة عملتي كمان دور الصبية اللي معها بوهاق، وهلا بالمسلسل عاملة دور كمان غريب. بتدوري عليهم دوار هدول ولا هن بيجوكي؟ هن بيدوروا عليكي؟ هم بيقولي وانا بستمتع بيهم، وبحس ان دي حاجه بتوري الامكانيات، يعني وبتبقى تحدي جديد، بس نفس الوقت بحب الحاجات الخفيفه برضه. يعني بحب يبقى عندي بالانس ما بين كل الحاجات، يعني مبسوطه ان انا في نفس الوقت ما بين المسلسل وما بين المسلسل الثاني، ما بين الا انا وما بين حرب اهليه، كنت بصور فيلم عروستي. يعني انا مخلصه فيلم عروستي من قبل ما اخش في حرب اهليه، فكان لايت وكده، وانا كنت وقت وانا الفيلم ده عملته مخصوص عشان هو لايت، وانا كنت محتاجه اعمل حاجه لايت. طيب جميله، عاوزين نقول لك كل سنه وانت طيبه، وشكرا انك كنت معانا اليوم، والف مبروك النجاح ومنها للاحسن. الله يبارك فيكم قوي، مبروك، وان شاء الله مبسوطه اني كنت معاكم، وكانت مكالمه لذيذه وخفيفه. احنا كمان شكرا جزيلا، وكل عام وانت بخير جميله. وانت بخير يا صبحي. يلا باي باي. Bye-bye. Bye-bye.